السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. فيديو جديد هنتعلم مع بعض. فكرة النهاردة سهلة جدا وبسيطة وسريعة كمان. نشوف مع بعض. اللايك الجميل يساعدني جدا، كمان اللي ما شاركش معانا يشترك وهيتعلم حاجات كتيرة جدا مفيدة وجميلة وسهلة جدا وبسيطة. يلا بينا مع بعض نتابع فيديو النهاردة. هنبدأ مع بعض عدد السلاسل، والسلاسل بتبقى 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل مع بعض 70 غرزة سلسلة. عملنا 70 غرزة سلسلة، بعدين عملنا غرزة واحدة وجينا خدنا الخيط ودخلنا في الغرزة التانية كده، وعملنا غرز نص عمود، خدنا الخيط ودخلنا في الغرزة التانية في الضلع التحتاني اهو، في هنا ضلعين، واحد هنا واحد هنا، بناخد اللي تحت بالشكل ده ونعمل غرزة نص عمود، ناخد الخيط ندخل في الضلع التحتاني ونعمل نص عمود بالشكل ده في الضلع التحت اللي من تحت مش من فوق. واخدين بالنا اهي، مش الضلع ده، هي الغرزة من ضلع هنا وضلع هنا تحت، بناخد الضلع اللي تحت ونعمل غرزة نص عمود بالشكل ده على مدار ايه السلاسل كلها. هرجع لكم تاني. تمام، عملنا ايه نص عمود، جينا هنا عملنا 1 2 3 4 5 ولفينا الشغل بالشكل ده، سيبنا عمود ودخلنا اللي وراه وعملنا عمود بلفة 2 سلسلة، خدنا الخيط وسيبنا واحدة وعملنا التانية 2 سلسلة، سيبنا واحدة واشتغلنا في التانية بشكل 2 سلسلة، واحد دخلنا في التانية سلسلة. هنبدأ نشتغل زي كده لغاية الآخر، ونجينا في الآخر هنا عملنا 2 سلسلة ودخلنا في آخر غرفة عملنا عمود بلفة بالشكل ده، وعدينا كل الوحدة بتاعتنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 وحدة زي ما احنا شايفين. تمام، كنا هنا عملنا الصف الجديد، طلعنا 1 2 3 ولفينا الشغل ودخلنا هنا عملنا 1 2 3 غرزة عمود، والصف اللي وراه عملنا 1 2 3 غرزة عمود بلفة، وهكذا لغاية لما نخلص 10 مربعات 10 وحدات. تمام، بنكمل احنا 10 ونرجع لكم تاني. كده عملنا 10 وحدات اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام، عملنا 10 دول وهنعمل لون تاني. هنقفل الاول دول ب 3 1 2 3، وبنيجي هنا في نفس المكان ونعمل غرزة حشو ونقفل ونقطع الخيط ده. هنا عملنا 10 التانيين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بعدين 1 2 3 4 دخلنا هنا وعملنا غرزة حشو، وبعدين جينا هنا عشان نعمل غرزة الحشو التانية لازم كمان نوصل اللون التاني بالشكل ده، ونيجي ناخده ونطلع بيه عشان نعمل غرزة الحشو. تمام، نبدأ الخيط يبقى معانا كده
واحنا ماشيين عشان ايه نمشي عليه، 1 2 3 4 5، وناخد الخيط على 3 وندخل جوه هنا ونعمل عمود بثلاث لفات بالشكل ده، 2 3 4، 1 2 3 4 5، وجينا هنا بنعمل غرزة حشو، وجينا في الناحية التانية غرزة حشو، وطلعنا 1 2 3 4 5، خدنا الخيط ودخلنا عملنا عمود بثلاث لفات، 2 عمود، سوري دول لفتين، 1 2 3، يطلع الخيط ده بس اهو مش محتاجينه. العمود 3 لفات اهو وخدناه واشتغلنا عمود ب3 لفات بالشكل ده، تمام. خدنا 2 3 ودخلنا بالشكل ده، واشتغلنا العمود 3، 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، ودخلنا هنا وعملنا غرزة حشو وطلعنا الخيط معانا برضو زيادة، دخلنا هنا وعملنا غرزة حشو تاني، 1 2 3 4 5، خدنا الخيط على 3 ودخلنا جوه الوحدة بتاعتنا وعملنا عمود ب3 لفات، سوري، 1 2 3، 1 2 3، ونقفله 3، 1 2 3، نقفله 1 2، في 1 2 3، 1 2 3، ونقفله 1 2 3 4 5، وهكذا بنكمل لغاية ما نخلص. ولو في زيادة هنا طالعة بنقصها برضو عشان ما تشغلناش، ونكمل لغاية ما نعمل كل ايه كل الايه ال10 وحدات التانيين نكملهم. كده خلصنا الفترة الأخرانية وعملنا اهو، وبعدين جينا لفينا جزء دوت بالشكل ده، تمام. وبعدين لفينا ده كده عليه اهي، والدور التاني على اللون الأخضر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، هذه الوردة بتاعتنا في منتهى الجمال والشياكة، عملناها بسهولة جدا وببساطة وخلصناها، تمام. انت ثبتيها من تحت بلزق معاكي بخيط من اللي اشتغلنا بيه، وبكده خلصناها، وان شاء الله نكون استمتعنا مع بعض. عايزين طبعا نقلل المراحل اللي احنا بنشتغل فيها، نقللها نزودها نزودها بالراحة، نوسعها، عايزين نوسعها شوية بنوسعها اهي، عايزين توسعوها اهي بنوسعها شوية بالشكل ده، يعني بحيث ان هي الخط اللي هنا بينتهي بيبدأ خط جديد، وهكذا لو عايزين نوسعها بالشكل ده بنوسعها بنضيقها في الاول بنضيق بالشكل ده. دي حاجة ترجع لكم، وآتي الوردة بتاعتنا بمنتهى البساطة والشياكة. شكرا لكم جدا، وإلى اللقاء بإذن الله في فيديو التاني.